رح نروح لأولى فقراتنا ورح تكون طبية وبتهم كثير من السيدات، حيث يعتبر استخدام الدواء للمرأة الحامل ضروري في كثير من الأحيان بالرغم من بعض مخاطره على الحامل أو على الجنين، وغالبا بسبب الخوف من الأعراض الجانبية ممكن إهمال علاج بعض الأمراض مثل الضغط، مثل السكري، ومثل قصور القلب والتهابات الجهاز التنفسي وغيرها، وبالتالي تعريض المرأة الحامل لمضاعفات خطيرة، وبعض الأحيان إذا أخذت دواء خاطئ ممكن يعرض الجنين إلى تشوهات. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع وشو هي الأدوية المسموحة والأدوية الممنوعة مع الدكتورة سوسن محفوظ، أخصائية نسائية. صباح الخير دكتورة، يسعد صباحكم. كل صباحك. خير، يسعد صباحكم. أهلا يسعد وسهلا، صباحك عن جديد يسعد دكتورة. صباحك، أهلا وسهلا فيكم. بالبداية خلينا نتعرف المرأة الحامل التي لا تعاني من أي مرض، خلينا نعرف شو هي الأدوية المسموح فيها وشو الأدوية الممنوع تأخذها. يعني الصراحة أهم شيء أول ملاحظة نحن بنقولها لكل حامل، نسبة التشوهات عند أي حامل حتى لو ما أخذت أي دواء هي 1%، هيدي نسبة تشوهات عالمية. هلا الأدوية اللي نحن بنعطيها يفضل إنها تاخذ فوليك أسيد إنه قبل 3 أشهر من الحمل مشان نحمي قدر الإمكان من التشوهات، وهو بيتكمل عليه أول 3 أشهر خلال الحمل. بعد 3 أشهر الأولى فنحن بندعمها فقط بكلس وحديد. كثير مريضات بيجوا لعنا انه دكتوره ما اعطيتيني فيتامينات شامله، طبعا الفيتامينات الشامله هي ما بتقدم كثير للمراه الحامل، فقط انه الكلس والحديد هي اللي بتحتاجهم زياده اثناء الحمل، وبالتالي المفروض تندعم فيهم اثناء الحمل اذا كان غذائها متوازن، يعني عم تاكل خضره وعم تاكل فواكه فهي عم تاخذ كل الفيتامينات حسب الضروريه. التحليلات كمان طبعا نحن طبعا في تحاليل اكيد كل حامل نحن بنعمل اياها، هي فحوصات روتينيه لحتى نعرف انه نحن انه في فقر دم، فوقتها بنغير بصير وقت الوضع علاجي وليس انه وقائي. نحن وقائيا بعد 3 اشهر الاولى، اول 3 اشهر فوليك اسيد هو كافي، بعد 3 اشهر الاولى فنحن بنبلش بكلس وحديد، اذا بعدين اظهرت التحاليل اي عوز باي من العناصر فنحن اكيد بنتوجه ومنعالج، بس وقتها بصير علاجي يعني. بس كوقايه فهو فقط انه كلس وحديد، ما في داعي للفيتامينات الشامله اذا غذاء متوازن. فدائما دائما للاسف كثير بتجينا على العياده انه دكتوره جارتي عم تاخذ فيتامين شامل انت ما اعطيتيني، يعني لك، فانه هو فقط اذا نحن شفنا انه في نقص بوزن البيبي او نقص بوزن الام او في عدم تطور منيح بالحمل نحن ممكن نضيفه، اما فيما عدا ذلك فالادويه المسموحه خلال الحمل هي فوليك اسيد والكلس والحديد. تمام دكتوره، كثير في من الامراض للامراه الحامل بتكون مرافقتها لازم تاخذ ادويه دائمه حتى خلال الحمل، ولكن بيتغير نوع الدواء بفتره الحمل او ممكن يتوقف مثل والسكري ايضا. خلينا نحكي عن هدول الامراض وخلينا نحكي عن هدول الادويه، كل حدا بخاف انه يضل يستمر وخاصه الغده. تماما مزبوط، في امراض كثير. هلا فتره الحمل عم تكون فتره شباب، يعني الامراض مثلا مثل قصور القلب والشغلات الصعبه والصمامات والمشاكل القلبيه الكبيره عاده بتكون بالاعمار الكبيره، فما كثير بنشوفها بالاعمار الحمليه. بس السكري شائع، وخصوصا انه في شيء اسمه سكري حملي بيتطور بعد ال 24 اسبوع بعد الشهر السادس من الحمل. طبعا انخفاضات السكر الفمويه ممنوعه اثناء الحمل، فهي المفروض تتحول لانسولين اوبر تحت الجلد، ممكن احيانا يكون هذا الشيء بالتنسيق بيننا وبين اخصائي الغدد. بالنسبه للمرضى الضغط كمان ممكن نشوفه احيانا، ممكن يتطور اثناء الحمل او بتكون المريضه اصلا داخله بموضوع ضغط. في ادويه امنه اثناء الحمل، طبعا ممكن تكون عم تاخذ ادويه قبل الحمل فنحن بنحولها لادويه ثانيه بنضيف عليها، مثلا ممكن اسبرين انه نمنع من تحول لانسمام حملي اللي هو فيه مخاطر اكثر بالنسبه لموضوع الضغط. بالنسبه للغده، دواء الغده ما بياثر، يعني غير مشوه، فهي بتضل على دواء الغده. في كثير مزبوط مرضى بيجونا انه نحن وقفنا دواء الغده، هذا ممكن يدخل حتى الجنين بمشاكل الغديه. صحيح، فبتاخذ دواء الغده لانه هو نفسه الهرمون اللي عم ينفرز بالغده، وبالتالي ما في اشكاليه يوصل للجنين. تماما مرض طبعا الغدة. اي ف بتضل على دواء الغده ما في اي اشكاليه مثل ما حكينا. لا بالنسبه للسكري بنحولها على الانسولين، بالنسبه لمرضى الضغط في ادويه خاصه امن شيء يعني نحن بنستخدمه هو اسمه الفا ميتيل دوبا، فنحن بنستخدمه اثناء الحمل حسب بقى وضع كل مريضه، نحن بقى بنختار شو الادويه المناسبه لها حسب المرض وحسب وضع كل مريضه. طبعا حسب وضع كل مريضه الطبيب هو بقى، واحيانا بيصير في تنسيق بيننا وبين اطباء القلبيه او اطباء الغدد او اطباء الهيدا حسب الحاله المرضيه لكل مريضه. دكتوره كثير بنسمع انه في مشروبات بتعمل اجهاض ويمكن كمان بعض المأكولات، خلينا نسلط الضوء عليه هون، يعني مثل اللي بيقولوا الزنجبيل بيقولوا سؤال القرفه. كثير مهم،
كثير كثير كثير. تبوني كمان صح؟ للاسف هذا الحكي مو مزبوط. مو مزبوط بالاغذيه والمشروبات ما عندي اي شيء بسبب اسقاط للجنين. تمام. اهم شيء نحن بننبههم على نظافه الخضروات والفواكه لانه هي ممكن تنقل جرثوم التوكسوبلازموز اللي هي لا سمح الله ممكن تسبب اسقاطات او تشوهات عند الجنين. بس اي غذاء المشروبات ولا اي مشروبات يعني المشهورين لا. يعني لا. معروفين عنه يعني احنا مصادفه حتى كثير من الا للمريضه مشان تنتبه على الموضوع انه مثلا بتيجي انه والله انه في اشكاليه مثلا عند الجنين متوفي الجنين بدها تسقطه بتقلي اخذت ابريق قرفه تمام بس ما بيسقط يعني انه هي الموضوع ما له علاقه ابدا مع انه وفاه موت محصول الحمل بيسرع من موضوع الاسقاط وما هيك بتكون اخذه هيدا القرفه والزنجبيل والهيدا لا نحن دائما بننبههم انه بالاكل والشرب ما في شيء ممنوع اكيد بشكل معتدل ما في مشكله يعني اذا اشتهت صحن تبولي فيها تاكل ما في اي اشكاليه فالاكل والمشروبات ما في شيء ممنوع عند الحامل تمام دكتوره كثير بنشوف انه المراه الحامل وقت بتقرب بتصير بتخاف انه لا فيها تاخذ دواء التهاب ولا فيها تاخذ ادويه محدد يعني في ادويه محدده لازم تاخذها الادويه الباقيين ما لازم حتى اذا قالت لها الطبيب او الطبيبه انه خدي هذا نوع الدواء بتضل خايفه خلينا نشرح علميا شو هو المسموح التركيبات تمام. المسموحه تمام. والتركيبات اللي هي ممكن تشكل خطر على الام والجنين تمام هذا كمان سؤال كثير مهم هلا اهم شيء انه نحن المريضه انه اي دواء بيعطيها اياه طبيبها ما تخاف منه فهو اكيد امن لها خلال الحمل هلا الشيء الثاني انه بحاله القريب طبعا هو انتان فيروسي بده ياخذ وقته ونحن بنحاول يكون العلاج هو علاج يعني انه بس يحسن له الاعراض يعني هو هيك اذا بينترك لوحده طبعا نحن بننصح انها تكثر سوائل تشرب زهورات طبعا سيتامول امن طول فتره الحمل بيهمنا انه ما ترتفع الحراره اكثر شيء ممكن يكون مؤذي للجنين هو ارتفاع الحراره الشديد فنحن بنحاول قدر الامكان انه ما يصير في ارتفاع بالحراره فالسيتامول امن طبعا مضادات الالتهاب اللاستيرويديه امنه حتى الاسبوع 24 كمان من الحمل بين ال 24 وال خلينا نقول وال 36 اسبوع طبعا. المفروض ما تاخذ لانه بتسبب شيء بنسميه انغلاق قناه شريانيه عند الجنين بقلب البطن وبالتالي بتعمل له مشاكل قلبيه لبعدين بس انه والله مثل البروفين والدكلون انه بتجي مريضه انه انا اخذت يعني ممكن يتشوه الجنين لا لحدود أكيد. الشهر السادس 24 اسبوع ما في اي مشكله امن ممكن اذا اضطرينا بالحراره العاليه لانه مثل ما حكينا هي اكثر شيء بتاذي الجنين نعطي في صادات ممكن نستخدمها بشكل عام الانتان الفيروسي ما كثير بيكون فيه فائده للصادات الحيويه فالا اذا ترافق مع انتان فنحن فينا نستخدمه فالسيتامول اكسار من السوائل الزهورات طبعا في ادويه من السعال خصوصا اذا ترافق الموضوع بالسعال في ادويه من الاعشاب كمان موجوده فينا نحن نستخدمها في الحالات الأشد إذا دخلنا بحالة التهاب قصبات أو شيء فنحن وقتها نتصرف حسب الوضع أكيد دكتورة كثير من السيدات كمان بيعانوا من بثور وحب شباب بالوجه وهذا الشيء بيأثر على نفسيتهم خلينا نحكي هل من الآمن استخدام الأدوية لعلاج هاي البثور وحب الشباب ولا لا شو المسموح؟ تمام هلأ حكينا المرة الماضية كمان عن موضوع الرتان، الرتان أكيد ممنوع خلال 3 أشهر قبل الحمل، يعني المفروض يتوقف على الأقل 3 أشهر ونحن هن بيقولوا قبل بسنة 6 أشهر وهلأ الدراسات الأخيرة 3 أشهر بس عم نقول لهم 6 أشهر، يعني تمام. عم نخليهم هو أصلاً مضر يخافوا يعني. أنا ما بحبه أبداً تماماً، فنحن إذا كان أثناء الحمل فالعلاج لا هي بمعقمات موضوعية، طبعاً الريتينويد يعني الفيتامين أ المقشرات هي ممنوعة أثناء الحمل، كمان أدوية التصبغات الهيدروكينون هي ممنوعة أثناء الحمل لأنه بتسبب تشوهات، نحن ممكن نستخدم معالجة خفيفة إنه معالجة محافظة لها بينما تولد وبعد الولادة انه بنستخدم الأدوية الثانية اللي ممكن تستخدم ففقط. تمام كثير بنشوف حالات من السيدات بصير عندها التهابات نسائية خلال الحمل يعني هي هذا الشيء كثير عم يكون شائع تمام. حاليا عم ياخذوا أبر بتخص العلاج ولكن عم يستمر الالتهابات خلينا نعرف ليش بصير التهابات نسائية للمرأة الحامل والعلاج الأصح شو هو تمام هلا الحمل هو عامل مؤهب للإنتانات الفطرية يعني أكثر الالتهابات النسائية ممكن تصيب الحامل هي الفطور طبعاً. طبعا اضافه لهالشيء في نسبه معينه من النساء ممكن تتعند عند الفطور يعني انه لانه عندي عامل مؤهب واللي هو الحمل طبعا نحن فينا نعالج يعني في مركبات كثير نحن فينا نستخدمها امنه اثناء الحمل اذا تكررت نحن بنستخدم وقت علاج لوقت طويل لحتى ينتهي الحمل وبعدين اذا عندت يعني نسبه 2-3% من الحالات ممكن تكون معنده نضطر نعالج طول فتره الحمل او احيانا بتتكرر هلا الاهم كمان اثناء الحمل هو الانتانات البوليه يعني هي بتكون اسا اكثر من الانتانات الفطريه المهبليه واللي ممكن تسبب لي لا سمح الله ولاده مبكره فالانتانات البوليه اكثر اسبابها هي قله السوائل ثاني شيء اثناء الحمل بصير عندي ركوده بوليه يعني فبتجمع البول بالكليتين فهذا الشيء ممكن يؤدي لانه زياده بالانتانات البوليه نحن بننصح المريضه الاكثار من السوائل بنرجع بنحكي الحاجه 3-4 لتر ماء
بدون بغض النظر عن العصائر والمشروبات كل المشروبات الاخرى. فكمي مي انه على الاقل 3 ل 4 لتر يوميا بتحمي من هذا الموضوع. اكيد في علاجات نحن فينا نستخدمها، في تحاليل، في فحوصات نحن ممكن نعملها، بنشوف شو درجه الالتهاب وبنعالج بناء على هذا الاساس. دكتور، هلا بالظرف الصعب بانتشار وباء كورونا، في كثير من الحوامل عم ينصابوا بالكورونا، خلينا نحكي شو الاجراءات اللازمه مشان صحه الجنين وصحه المراه برايك؟ تمام. هلا الدراسات الصراحه بهذا الموضوع ما انا كثير كافيه، لانه ما عندنا يعني كان فتره طويله، يعني صلنا هذه السنه بهذا المرض. نحن بنرجع بنحكي اهم شيء عند الحامل ما ترتفع عندي الحراره، يعني ما في شيء مثبت انه لا يسمح الله بينتقل المرض للبيبي او بيعمل انه عندي تشوهات. اهم شيء بفتره المرض هي ارتفاع الحراره، لانه عم يجي بالحالات الصعبه. طبعا في حالات بسيطه عم تيجي ونحن عم نشوفها انه عم تكون شويه. ممكن تاخذ دواء امن خلال فتره الكورونا؟ هلا الادويه كلها اللي عم تنعطى لعلاج الكورونا هي امنه اثناء الحمل، من كان من ازيترومايسين، فيتامين سي، زنك، فيتامين د، اللي عم تجي توصيات عالميه فيها، فهي كلها امنه اثناء الحمل. بنرجع بناكد انه بالموضوع انه ما بدنا حراره عاليه، فنحن بنكون كثير حريصين على اعطاء خافضات الحراره بشكل منتظم، وحتى لو اضطرينا لمضادات الالتهاب الاستيرويدي اول 6 اشهر من الحمل امنه ما لها اي تاثير على الجنين. الاهم ما ترتفع الحراره. يعني احيانا تجينا المريضه انه حتى للاسف بنشوف انه توفى الجنين، انه اخذت الادويه، لا خوفتني جارتي قالت لي هذا الدواء بيشوه. يلتزموا المريضات اذا الدكتور اعطاها الوصفه فاكيد هي امنه لها اثناء الحمل، وهي رح تحميها من كثير اضرار. يعني اكيد حتى بالعيارات نحن المشكله بالعيار هي مو انه والله العيار الاثقل هو ممكن يسبب امراض اكثر، نحن لانه العيار هي حسب الوزن، يعني نحن الجرعات بتكون مقسمه حسب الوزن المريض. هلا يعني الكل عم ناخذ عشوائي فيتامينز وزنك وقصص، عم ناخذهم بشكل عشوائي ويومي. هلا فيتامين سي بقوي المناعه بشكل عام اكيد، يعني فانه على طول حياتنا هو منيح يعني. فبس انه حتى هلا اخر الدراسات اللي ظهرت من يومين ثلاثه انه يعني قالت انه حتى فيتامين سي وزنك ما كثير رح يفيد بموضوع الكورونا، اوصوا حاليا فيتامين د فقط مره اسبوعيا. مثل ما قلت لك الدراسات كلها جديده لانه المرض جديد، يعني عليك. فهلا اخر الدراسات انه فيتامين د حتى عند الحامل بس مو بجرعات عاليه، نحن بنركز كمان عند الحامل فيتامين د بجرعات عاليه ممكن يؤدي لتشوهات، فبتنعطى الطبيب بيعطيها بجرعه موصوفه حسب وزن المريضه وشو الوضع. اكيد كنت بدي اقول انه كان في اول ولاده لحاله امراه مصابه بالكورونا، اجى الجنين بصحه وعافيه، يعني كنت بدي احكي عنها بمشفى تشرين. هلا خلينا دكتوره حكينا عن المرأة الحامل اللي بتعاني من كورونا، نروح على المرأة الحامل بس اللي ما في عندها كورونا، شو هي الإجراءات اللازمة لتقدر تحمي حالها وجنينها بهالفترة انتشار الوباء؟ هلا صراحة أهم شيء بموضوع انتشار الوباء هو العزل، يعني خصوصا اللي عنده مريض مشبوه إنه إصابته، فإنه هو يفضل العزل، إنه بأدواته بتنفسه، يعني إنه حتى الآن إنه الدراسات حتى عن طريق العيون، فالاهتمام بالنظافة بالتعقيم بالموضوع الابتعاد عن اي مريض مصاب بهذا الموضوع. هدول اهم التوصيات. اي اعراض طارئه فورا تخبر الطبيب عندها. هلا نحن اللي عم نشوفه صراحه بعياداتنا انه اغلب الاصابات الحمد لله عم تكون خفيفه، في اصابات للاسف شديده وعم تؤدي لوفيات، بس انه اغلب الاصابات الحمد لله عم تكون خفيفه. فانه اهم شيء العزل، اهتمام بالتعقيم والنظافه الشخصيه، الغسيل منيح منيح، و والابتعاد عن المرضى الكورونا. تمام، يعني هي النصائح هي عامه وشامله، مو بس للحامل. للحامل اكيد مو بس. شكرا كثير لك دكتوره، شرفتينا، وشكرا على التوضيحات اللي قدمتي لنا اياها. يعطيكم العافيه. خلي لي اياكم.